بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم. هنشوف طريقة عمل أحواض الزهور من عجل كاوتش وتلوينه. أول خطوة بنجيب عجل الكاوتش وانت المستعمل ونلونه، وبعد كده بنعبيه بالطمي، وبعد كده بنعمل أو نزرع زهور جوه الأحواض أو جوه العجل الكاوتش. عجل كاوتش سهل ان نحصل عليه عند محلات ورش اصلاح الكاوتش، وعلى فكره العجل مش غالي، لو انا مش موجود عندي ده مش غالي، انا جايب الواحده ب 10 جنيه، وبعد كده لونتها بالطريقه اللي شايفينها مع بعض ديت، وبنبدا بعد كده نعملها كحوض زهور اللي هنشوف الطريقه مع بعض ان شاء الله. دي كانت اول خطوه معانا، ان احنا حصلنا على الكاوتش وبدانا نلونه بالالوان اللي حضراتكم شايفينها دي كده، وهنشوف مع بعض خطوه خطوه كيفية عمل حوض زهور من الكاوتش المستعمل. بعد كده نوزعهم طبعا في المكان اللي انا محتاجهم فيه، او المكان اللي انا عايز ازرعهم فيه كأحواض زهور بالطريقة دي كده. الخطوة اللي بعد كده بحط طم، شوية طم قليلين طبعا تحت عشان الأرض عندي فيها طم، وبعد كده بحط الزرع بتاعي وغطي عليه تاني بالطم. ودي طريقة توزيعهم، طريقة تانية للتوزيع، الطريقة دي كده 3 ألوان. أول واحدة هنحط فيها ورد البليانطة، اللون الأبيض اللي فيه ورد البليانطة. التانية هنحط فيها الورد الناري اللي موجود معانا في الفيديو، الورد الناري. التالتة هنحط فيها الورد الجوري، معانا اللونين، اللون الأحمر واللون الأصفر، بالطريقة دي كده. ورد الناري، ورد البليانطة، الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنشيل السيس اللي في الزرع او في الورد، نبدأ نحطه في العجل او فرد الكاوتش ونعبيه بالطم. دي اخر مرحلة تم الزراعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ده القرنفل، الورد الجوري، الورد الناري، ورد البليانط. الفكرة سهلة جدا، يعني بالنسبة للكاوتش احنا بنحصل عليه من عند محلات اصلاح الكاوتش، ورخيص جدا طبعا، انا جايب الواحدة من دي ب 10 جنيه، وبنلونها زي ما احنا شايفين كده، وبنستعملها كحوض زهور بالشكل اللي موجود معانا في الفيديو. شكرا لحسن المشاهدة، كما شرفنا الاشتراك في القناة، نتابع مع بعض وصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.